نقف وقفة إجلال واحترام للنشيد الوطني. ناس الإعلام، هذا اليوم الختامي، الحفل الختامي اللي هو نهاية ديال النسخة الخامسة من مهرجان الطفل اللي كتنظمو جماعة تارودانت بتنسيق وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني مشكورة اللي فاق العدد ديالها 45 جمعية. صراحة عشنا طيلة 5 أيام ابتداء من المسيرة اللي كانت مسيرة ناجحة اللي نظمناها بمناسبة المسيرة الخضراء وشاركت فيها الجمعيات المشاركة. كانت كذلك مجموعة من الأقطاب، القطب التربوي والقطب الفني والقطب الرياضي وكذلك القطب البيئي. هذه أقطاب اللي تنضوي تحت لوائها جميع الجمعيات اللي عندها هذا التخصص. كل قطب اللي كدير مجموعة من الورشات وكي دائما في أي جميع يعني الايام السابقه كانت ختام ديال اي اليوم يكون بسهره، واليوم مع السهره الختاميه اللي غنستضيفوا فيها ان شاء الله يعني مفاجاه ديال هذه السهره والفنان الكبير اللي هو جواد السايح اللي غادي يقدم واحد العرض خاص للاطفال. فنتمنوا ان شاء الله ان يروق الساكنه هذا العمل هذا واننا ان شاء الله نجودوه في النسخ الجايه ان شاء الله. فمرحبا بالجميع. ساكنه مدينة تارودانت مبروك عواشركم، تحية كبيرة للمجلس البلدي اللي قام بهذه البادرة هذه اللي فكر بالطفل، وهذه كتبان لي أنا السباقة في المغرب لأن أنني كندور المغرب كامل. إذا تحية كبيرة لأعضاء المجلس البلدي والرئيس ديالها تلقى تحرى عليهم. السلام عليكم، معكم جواد السايح. اليوم كنتواجد في مدينة تارودانت في مهرجان الطفل اللي منظمه الجماعة الحضارية وجمعية المجتمع المدني. اليوم كاين الاختتام ديال الدورة الخامسة، مشاركة زوينة، اختتام زوين، الحمد لله الأمور كلها بخير وعلى خير. عجبني الجو زوين وكنتمنى هذا الشيء يتطور ويعود مهرجان دولي أو وطني لمسرح الطفل. ثانيا كاينه واحد المساله ديال الاشاعه بانني مريض ودابا عاوتاني بانني مت، الحمد لله انا بخير وعلى خير، هذيك غير اشاعات. وتنقول الناس ما يبقاوش يبارطاجيو بحال هاد الاكاذيب لان كتشوش على الانسان وكتبرصو، وكنقول لهذوك الناس اللي كيديروا هاد الكذب الله يهديهم الله يهديهم وشكرا. واخا انا نقدم لك راسي، انا سميتي فوفو. بسم الله الرحمن الرحيم. احتفاء بذكرى المسيره الخضراء واليوم العالمي للطفل نظم المجلس الجماعي لمدينه تارودانت بشراكه مع جمعيات المجتمع المدني، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، التربيه الوطنيه، مهرجان الطفل في نسخته الخامسه هذه السنه، خطيرة له شعار العمل الطفولي في قلب اهتمامات المجتمع المدني. مهرجان الطفل عرف مجموعه من الورشات تنوعت ما بين القطب التربوي، القطب البيئي، القطب الإعلامي، القطب الفني الثقافي والقطب الرياضي. الهدف من هذه الورشات اللي نظمها مهرجان الطفل هو إبراز مواهب الطفولة الرودانية. اسم ديالي عجر العسري، استفدت من هذه الدورة التكوينية
الإعلامي الصغير كيفية استخدام الكاميرا وكيفية تحرير خبر صحفي وكيفية المونتاج وكيفية التعليق الصوتي. الأجواء كانت ممتعة، ما كانش الزيار، كان كل شيء مزيان، كنا كنخدموا براحة، زعما ماشي كنكونوا مزيرين ولا شي حاجة، وكاينين الأساتذة ديالنا مزيانين معنا وكيخدموا معنا مزيان، بارك الله عليها، زوينة حسن من النسخة اللي فاتت وفيها الجديد بزاف واستمتعنا فيها. سميتي يوسف معيونة، استفدنا من هذا الورشة بزاف تاع الحوايج، منها كيفاش كنستعملوا الكاميرا، كيفية تحرير خبر صحفي، كيفية التعليق الصوتي والمونتاج. الأجواء كانت ممتعة في المكتب تاع الإعلام، المؤطرين كيتعاملوا معنا بواحد الطريقة زوينة مزيانة. في نجاح هذه النسخة المتميزة والفريدة من نوعها، أمير خليل سوى أن أودعكم على أن نلتقي في نسخة